المطلوبة في المباريات التنافسية في كرة القدم تكافؤ الفرص ما هي موجودة، وبالتالي يعني طيب صحيح يا ابو زيد قال لك تعليق خفيف جدا فضل. لان ما نبغى نتسرب كثيرا من الوقت في مباراة الفرص متساوية لحد ما فيها قوة غير متساوية، الفرص ما هي متساوية، الفرص متساوية، عدتني فرصة عنده فرصة ثانية، عدتني فرصة خمسة اجانب وهذا يا ابو صهيب انا اقول اذا سمحتوا ما نبغى نهدر شيء من الوقت في مباراة ينعدم فيها العدالة. اتحاد كرة القدم لو اراد تطبيق العدالة امام حل من اثنين، الحل الاول الحل الاول ان يطبق لائحته الاساسية التي تنص على صعود الطائي والكوكب مباشرة، هذه اللائحة الاساسية. طيب اردت ان تعمل تعديلات فيجب ان يكون فيه حضور جمعية عمومية ويصوتون يوافقون على قرارك هذا بعمل مباريات ملحق او عدم المباريات. اذا اصريت على اقامة مباريات ملحق فيجب ان يكون فيها تكافؤ بكيف، أما أن يتساوى عدد الأجانب في الطرفين بحيث يسمحون لنادي الطائي بالتعاقد مع لاعبين أجانب من الأندية اللي خرجت من المنافسة الآن مؤقت يكمل عدده، أو يجبرون أحد على أن يلعب باثنين كما هو حال نادي الطائي. الآن غدا مباراة الرائد والكوكب سوف يتكرر المشهد إلى درجة أن منسوبي ورئيس نادي الكوكب يطلب جميع اللاعبين اللي شارفوا على الاعتزال الحضور والمشاركة في المباراة كمباراة اعتزالية تشريفية. طيب وبذلك لا الوسط الرياضي ككل يجمع على عدم توفر العدالة في منافسات الملحق، هذه مسؤولية اتحاد كرة القدم. طيب عثمان أبو بكر مالي.